تخليدا لليوم العالمي للمرأة، نظمت الجامعة الملكية للرياضة للجميع بشراكة مع ولاية جهة الشرق خطوات النصر النسائية بمشاركة ما يفوق 10,000 مشاركة من مختلف الفئات العمرية. دازت التظاهرة الرياضية في أحسن الأجواء، مشاركة تقريبا أكثر من 10,000 شابة ومرأة اللي كانت في هذه الصبيحة هذه في ساحة 9 جويلية، يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كذلك داخلة في البرنامج ديال خطوات النصر النسائية اللي بدات من الناظور، مشينا لداخلة السمارة زاكورة، واليوم تنتواجدوا هنا في مدينة وجدة. باقي المحطات المقبلة إن شاء الله اللي غادي تكون في الرباط إن شاء الله وميدلت. يعني تنظيم رائع، مشاركة مكثفة، مشكورين جميع من ساهموا في التنظيم ديال التظاهرة اللي نجحت يعني 100%، لا من ولاية الشرق وكذلك الأكاديمية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمجتمع المدني. هذه التظاهرة عرفت مشاركة ما يزيد على 7,000 تلميذة على مستوى عمالة وجدة أنقاد، إضافة ل 1,500 من الشابات وكذلك مختلف الأعمار، المرأة والمجتمع المدني من جمعيات المجتمع المدني وكذلك الطالبات على مستوى جامعة محمد الأول، أي مجموع المشاركات هو 10,000 مشاركة. المحطة الخامسة التي جرت بمدينة وجدة تحت شعار نجري علاش قديت، شهدت تألق متسابقات واعدات ينتسبن لجامعة محمد الأول ولعدد من المؤسسات التعليمية. شاركت في هذه البطولة الوطنية ليوم عيد المرأة، كنرحب بالبطلة ديالنا نزهة البدوي اللي حيات لنا هذه البطولة. الحمد لله كان بزاف تاع المشاركين وكل شيء، الحمد لله جيت انا الاولى. البطلة نزهة بدوان اللي شرفت البطولة الاحترافية لوجدة، هذا النهار تحصلت على المرتبة الثانية، وكان تنظيم زين وبالمناسبة عيد المرأة، وكان نشكروا جميع الأطر اللي نظموا هذا الشيء. شكون نزهة بدوان على هذه المجهودات اللي دارتنا هنايا في مدينة وجدة، وكنشكر السي الوالي على المشاركة ديالو هنا. سباق خطوات النصر بعد أن طوى صفحة محطة وجدة التي نجحت في تمرير خطاب الحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للفتاة والمرأة ستكون محطتيها المقبلتين بالرباط وميدلت.